شاهدوا المزيد من الأفلام والمسلسلات مجاناً على شوفماكس.com. جريمة، مدام قنبلة، حسب فهمك للحديث اللي بدي احكيه معك. اوكي طيب معي
انا ولا ما في شيء بيني وبين الاستاذ عاصي. انسي انسي هي تبع انه جوزي عم بيخوني معك والانتقام. انا بدي منك شيء معين وبدك تنفذي ورجلك فوق شعرك الحلو الطويل هذا. اوكي شو هو هلا؟ بترجعي لعنده على الطاوله وبتطلبي منه الزواج. بس مدام شو؟ قولي احكي كل اللي بقلبك، صدقيني ما رح ازعل منك. هو قال لي من شوي انه ما بده يتجوز. اوكي هددي. بشو بدي هدده؟ بهدول. شو هدول؟ هدول صورك انت وياه بالغرفة بالاستراحة اللي عم تشوفوا فيها بعضكم من مدة. بتهددي بأنك رح تورجيهم لمرته اللي هي أنا، وبتهددي كمان بأنه مو بس معك صور وعندك فيديوهات، وإذا ما صدقك خبريني وأنا بأمن لك كم مقطع. أوكي؟ بس مدام شو؟ أنا ما بدي أتجوز. ولي برغشة؟ إن شاء الله مفكرتيني إني أنا جاي لهون وصار لي عم بستناكي 10 دقايق بالتواليتات مشان أطلب إيدك لجوزي؟ أنت ما عندك خيار تاني دانا. أنت بتعرفي مين فرح عز الدين، وبتعرفي شو ممكن تسوي فيكي إذا ما بتنفذي اللي بدي أطلبه منك وبالحرف. أوكي؟ خبي هدول الصور بجزدانك واسمعيني شو بدي قلك منيح. أوكي؟ قال لي ايش قد اعطيك بس اطلع من السهره؟ قلت له 1500 ورقه. قال لي انا بصفها واعطيني 1500 ورقه. العمى ركب سياره فخمه وعينه ضاقت على 1500 ورقه. لك ايش صاير من الخلق؟ ايش صاير اللون؟ استلم استلم هذا. اهلين وسهلين. الله يسلمك. مساء الخير. اهلين. الله يسلمك. استاذ هذا في رقم تليفون؟ نعم. قبل ما تطلع بربع ساعة دق لي بكون سيارتك جاهزة. شكرا لك. شكرا شكرا. اهلا وسهلا تفضلوا. انا بس بدي افهم كيف ما حدا دخل على الحمامات طول ما نحن جوا؟ ضليت واقف على الباب مشان ما حدا يفوت، في وحدة اجت بدها تفوت، قلت لها هون الحمام عطل، فوتي على الحمام برجع. اوكي، وفاتت؟ صاحب الحاجة قرعان، طبعا فاتت. برافو. Thank you.
مرحبا. يا ميت أهلا وسهلا بأحلى صبية بالدنيا كلها، برزان اللي أنا كتير مشتاقة. كيفك؟ منيح، أنت كيفك؟ إيش عم تعمل؟ عم بشتقلك، وأنت؟ والله إيش عم تعمل؟ والله ولا شيء، كنت واقف على البلكون عم بتفرج على حلب. بتعرفي يا رزان؟ عن جد حلوة حلب. إيه حلوة. ألو؟ ألو جود؟ ألو؟ ليش ساكت؟ ألو؟ يا الله، خلصوا وحداتي. وين رحتي؟ نقطع الخط لأنه خلصوا وحداتي. أها. طب ليك يا رزان، جاني خط، برجع بحكيكي بعد دقيقة. طيب يلا لا تتأخر. ايه انور. اهلا يا ابو جود، وين راضي؟ هلا قبل رح ابعت لك رقم تليفون، هذا وحدات بدي اياك تعبي لي اياه هلا 5000 ليره. هيك كلام عينا، بعت لي الرقم رساله. بس هلا انور. ها خلص لا تاكل هم، هلا ببعث لك. انت بس ابعت لي الرقم. مع السلامه. يلا. ديما سجلي لي هذا الرقم على موبايلك. 0944 575 904. هذا رقم اختي رزان. عجب، ما بعرف، حكى معي جود وقال عبي لها وحدات ب 5000. طيب بس نقليني رقم. مرحبا ابو شاكر، ليك رح نقلك رقم هلا، عبي لي 5000 وحدات. ايه سجل. 0944 575 904. ايه ب 5000 على السريع. ها، مع السلامه. ماشي حاله كان هذا الاوتيل يلي دليتك عليه؟ ايه حلو، يعني أحلى من الأوتيل اللي كنت نازل فيه الأسبوع الماضي. صدقيني ما بعرف، أنا بشوف الأوتيلات كلياتهم مثل بعض. إيش هاي الرسالة؟ وصلتك رسالة؟ إيه منك؟ لا، هاي إنه موبايلك تعبى وحدات هلأ 5000 ليرة. شكلك مو من الشام لحتى ما بتعرف هذا العنوان. ما لكن من وين؟ من حلب. والله والنعم، احلى ناس الحلبيه. والله انا بزماني خدمت كل عسكريتي بحلب. قد ايش صار لك هون بالشام؟ ما بعرف. ما بتعرف؟ معلم، انت امتى اخر مره رحت فيها حلب؟ الخميس الماضي كنت هنيك، في عندي زبون باخده مرتين بالشهر وبرجعه معي. طيب اذا انا طلبت منك تاخذني على حلب وترجعني معك تاخذني؟ اف ليش لهتا ما اخذها؟ طبعا باخذك وبرجعك. انت بدك تسافر؟ يعني والله لسه ما قررت، يعني باليومين ما بعرف. على كل حال انت اعطيني رقمك وانا بحكي معك بتفق. ايه لعيونك. تعرف. طيب تفضل معلم. شو هاي؟ 100 ليرة. بالله 100 ليرة؟ فكرت سميرة توفيق، بعرف 100 ليرة. شو مالك عايش بالبلد انت؟ هاي ما عاد تشتري لك كيس قضامة. يعني ليش هاد بدك يعني؟ هاد فوق 700 ليرة. هاد مش ورك اقل شيء 800 ورا. 800 ليرة؟ ايه شبك انت، شو مصروع انت عم تعطيني 100 ليرة؟ وليش عم تلهث علي هيك؟ اطلع بال 700 ليرة ولا اشوف. لك هاي كنت ناوي تاخذني على حلب 500 ليرة؟ شو عم تشتم علي؟ العمى. يعني
انت ما عندك مشكله انك تتجوز واحد مطلقه وعنده ولد؟ انا عندي مشكله كبيره اذا ما تزوجتك انت بالذات. نور انا عندي ولد. عنا ولد خلصنا بقى. صباح الخير. ماشي بشوفك بكره. تصبح على خير. وانتي من اهله. والله العظيم ما عملت له شيء، اعطاني 100 ليره قلت له ما بتكفي، قام عصب وصار يعيط وقع على الارض مثل ما لك شايفه. طيب لا تواخذنا معلم شريف، تيسر انت، شباب ساعدوني ساعدوني. تعال حمله معي. حمله حمل 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 سنده سنده. ايوه حطه حطه على كتافي. ايوه يا رب. ما بتعرف تشغلي التلفزيون؟ ما بعرف. طيب بدي اتفرج على افلام كرتون. وانا كمان تيتي بدي اتفرج على افلام كرتون. ماما ايه باسم سدوا معي سدوا. لك اشبو اخوك. على بالك هات شوي شوي اشبو اخوك. كان متخانق مع شوفير التاكسي، شفناه متكرنش ومتشنج كله سوا ومتشطح بالارض. ماما مشان الله اعطي ادويته. لي علي ان شاء الله هاي ثالث نوبة سراب بتجيب هالشهرين. بسيطة بسيطة ادويته وينها؟ باسم علي اعطيه ادويته. يلا يلا ايده مكرنشة كلها. يعني الواحد بيعبي ب 500 ب 1000 مو ب 5000. يا الله منك يا رزعان، لساتك عم تحكي بنفس السيرة. لك شو قيمتها هي ال 5000؟ أنا هاي ال 5000 بعطيها للي بيصف لي سيارتي. لازمني هلا هلا ضروري 300,000 ورقة. مصي على تشمنتو وارميدو كام شغلة بدي اجيبهم بعد بكره، لهلا ما انجمعوا معي. مش قد معك منهم هلا؟ 50,000. اوف يعني بدك لسه 250,000. اي أيوة والله ما بعرف ايش بدي اعمل. حسبي الله ونعم الوكيل. كنا ناسد؟ لا لا ابدا. صراحة أنا خايفة وقاعدة لحالي بالبيت جود، معلش تضلع بتحكي معي ليرجع بابا من الشغل؟ أكيد حبيبتي، أصلاً أنا ماني ناوي نام، رح ضل معك للصبح. تأخذ لك سيجارة؟ ما بدخن أنا. أي خفيفة مشي حالك فيها. خفيفة تقيلة ما بدخن. جرب. يا ابو اهم شيء الصحه، يعني واحد صار معه المهم تكون صحته كويسه. الحمد لله على نعمه الصحه. الحمد لله. قوم قوم خذ له سيارته لهاد. قوم. لا لا هلا دورك. قوم قوم انت لازمك مصاري. مسيك كتر خيرك على كلن. على كيفك. على راسي. صف انت وانا بغسلها. ايه يعني نص القعدة بالمطعم ما حكيتي كلمتين على بعضهم، وطول الطريق بالسيارة ما فتحتي تمك بحرف. فينا نعرف شو قصتك بالضبط مدام دانا؟ أنا فايتة على غرفة النوم.
قولي من الأول، بدك تحكي هناك؟ لا، بس لأطلع بدي روح على البيت، وأنت بدك توصلني. وليش رايحة؟ هيك. تك يا مسلم، تك 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 جوزك وانكا، تك 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 كم بالحال يا اهلا. لك شو يا عفاف، وين ماذا؟ شو هيك بتوعديني يا فاضي؟ يعني قاص الطياره ولا عم تمزحي معي؟ هشام، انا بدي احكي معك بموضوع. تفضلي. هاي الطاولين احكي. انت لازم تبطل هالسم الهاري اللي عم تشربه. ليش انا ما خبرتك؟ انا وقفت المشروب نهائيا. انا ما عاد شربت لا مي ولا شاي ولا شيء، بس عم بشرب عرق. ايه هو هشام، أنا هذا الشهر شهري. إيش أنت، برج الثور ولا برج الجوزاء؟ هشام، شوف لأقول لك شغلة، أنت شخص مانك فاشل، لأنه لو كنت فاشل أنا ما كنت حبيتك، ولا أنك اتكالي، لأنه لو كنت اتكالي أنا ما كنت اتجوزتك. أنت شخص خسرت كل شيء. شو يعني خسرت كل شيء؟ مثلك متايل خسروا وما صار عليهم شيء. انت عم تهرب من واقعك بالسم الهاري اللي عم تشربه كل يوم. انا ما عاد اتحمل، ما عاد اتحمل. والله انا رح احكي لك سر بحياتي ما حكيته لحدا. انا لما كنت صغير اخذت قرارات، وهي القرارات اثرت على كل حياتي. يعني لما كنت صغير ايمتى؟ الظهريات. الظهريات كان سني اصغر مما انا عليه. الظهر تماما الساعه 3 كنت بالمطبخ، حطيت فيش الميكروويف بالكهرباء، الميكروويف بيشهد، حطيت الفيش، فتحت الباب وحطيت الاكل بدي سخنه، سكرت الباب وانا لسه بدي اضغط على زر التسخين، قاموا قطعوها الكهرباء. لك انا مليت، مليت من عيشتي معك، مليت. ولك حرام عليك، حرام عليك. انا مرة راح إلن، تعرف شو يعني راح إلن؟ بس انا ماني عارفه شو بدي ساوي، ما بعرف. أنا إذا قعدت بالبيت بلا شغل ما باكل، ما باكل يا سيدي. أنا ما بدي أكل، ما بدي. هذا البلد اللي بطني لازم ياكل.
هشام والله اني انا بعرف حالي اني بحبك وما بقدر اعيش بلاك، بس ما عاد قادر اني اتحمل. طلقني. هشام بترجعك تشتغل، بترجعك. عفاف ما في شغل بالبلد. في شغل. تشتغل؟ اشتغل. وشو ما كان الشغل؟ شو ما كان؟ شوف هشام، الشغل للرجال مو عيب شو ما كان، بس العيب للرجال انه يقعد بالبيت بدون شغل. شو هو الشغل؟ موافق او ما موافق؟ موافق، بس شو هو الشغل؟ حلف بابنك. خلاص قلت لك موافق. لا، بالاول بدك تحلف بابنك انك بدك تشتغل. لك وحيات اللي ببطنك يا عفاف اني موافق، بس قولي لي شو هو الشغل؟ بدالي تشتغل بدالي. خيو ابو الروت، انت غسلت السيارة، انت بتاخذ اجرتها. لا يا ابو باسم، الدنيا شو بردت حالي شوي. ما بقبل. استلم هي كمان، استلمها. البيت خال بكري. يلا يلا تفضل يا خانم، تأمرينا بشي تاني؟ يسلم ايديك يا رب. لحظة واحدة بس. خذ هدول بكري كلهم. ليش عذبتي حالك يا خانم؟ عذابك راح ولا يهمك. يلا سلام عليكم. صحة وهنا. صفى للسيارة. شرف معي يا ابو باسم، شرف. تفضل تفضل، تا معي. قلبي حسره ومرره يا ام المحبوب، قد لي عقلي اللي بيدك مسحوب. قلبي حسره ومرره يا ام المحبوب، قد لي عقلي اللي بيدك مسحوب.
المفضله بباسم. تفضل اشبك. اهلين بالاستاذ بكري، نورت محلك. وفا انت شو بتسوي هون؟ الاستاذ وفا هذا صاحبي. اهلا وسهلا فيكم، طولتك جاهزه، تفضل. شرف ابو باسم، شرف. هي اجيت وشفت وضعنا بابها حالاته. ديما عفوا، يعني انا اللي فهمته منك انه انتو كان وضعكم كثير منيح بحلب، صح؟ طيب يعني شو صار؟ اوكي بيتكم راح والمعمل راح، بس يعني عفوا ما كان عندكم شيء، عقار، مزرعه، فيلا، اي شيء تبيعوا لحتى تنفذوا حالكم هون بالظروف؟ بلى، كان في عنا مزرعه حلوه كثير، هي ما بحلب، هي بريف حلب، بعيد عن حلب شوي. اي استولوا عليها المسلحين وبوا من فتره دري انه خلص صارت مقر لالو. وإذا بدك تسألني عن السيارات فإيه، أنا وبابا وباسم كان في عنا سيارات، أنا وبابا بعنا سياراتنا أول ما وصلنا عالشام. باسم سيارته راحت على الكسر بعد ما عمل الحادث على طريق حرستا، يعني هو اللي هدنا أكتر شيء تكاليف علاج باسم، تعرف. إيش شو؟ تفاجأت بوضعي ما بدك تقلي؟ والله يا ديما أنا كنت متخيل إنه وضعك صعب، بس ماني متصور إنه هو زبالك هالقد. لا لا، وضعك صعب بس مانو مثل ما قلتي، وهيك لا بقى تسكري هاي الكلمة. مشان الله أنوار، أنت طلبت إيدي بالمطعم وأنا قلت لك إن شاء الله ما تكون تسرعت، هاي جيت وشفت كل شيء بعينك. الله بحبك. ايه الله بيحبني، وانا اجيت ما شفت شيء بيعيب ابدا. ديما انا وقت حبيتك وفكرت فيكي ما فكرت لا بالماضي ولا بالحاضر تبعك، انا فكرت انا وياكي بالمستقبل، أنا وياكي وبس. أنا بحبك يا بنت وبحبك هيك على العظم. لك هلا فهمنا وضعكم هيك صعب يعني، بس ما عندكم فنجان قهوة تشربونا يا قومي اعملي لنا فنجان. باسم أبو باسم، أنت إيش اللي وصلك لهالحال؟ ذات الشيء اللي وصلك لهالحال؟ أنا اللي وصلني لهون شطارتي. أنت معلمي ومربيني وبتعرفني منيح، من يوم يومي حربوك بس حبل اللقمة من تمه للسبع. الحرب، الحرب هي اللي وصلتك لهون يا بكري. الحرب إيه يعني إنه إيه؟ لا إيش الواحد لا ينكر، يعني أنا ما بنكر إنه استغليتها للحرب واستفدت لي بورشين قلبت وتنيت، بس أنت، أنت المعلم وفا أبو باسم، إيش اللي وصلك لهون؟ كمان الحرب. الفرق بيناتنا إنه أنت استغليت الحرب وأنا الحرب هي استغلتني. فهمت علي بكري؟ أنت استغليت الحرب لصالحك وأنا الحرب استغلتني لصالحها. ولك كاس المصالح، لصالحك لصالحي ما بيهم، المهم
كاس أبو باسم أحسن زلمة بالعالم. على العقيدة اجتمعنا نحن وسودنا عيون، نحن وسودنا عيون، ما ضل مسجون لينا، ألزمنا ما ضل جنون، ألزمنا ما ضل أبو باسم تموت وتمنى ليش تقدر بس أعداد. لا مو تساعدني، لا انت بدك تروح تشتغل بالفيلا عند فرح بدالي، مو تساعدني ابدا. لا هي قالت لك انه بدها يعني انا روح لعندها على الفيلا وامسك الصينية وقدم الشاي وحرك السكر والقهوة وهيك. أيوة تمام، شو كنت اشتغل أنا رح تشتغل أنت مع شوية تنظيفات للفيلا. بس يا عفو فرح شخصية سيئة سيئة كتير. أنا ما عم بقلك روح اتجوزها، أنا عم بقلك روح اشتغل مقابل معاش يعيشنا بشغلة نظيفة ومحترمة. محترمة قلتي لي؟ اي طبعا محترمة، والشغل مو عيب. لك عفاف ملاحظة انه الدنيا ما عادت عطتنا دروس، صارت مباشرة عم تمسح فينا الارض. مزبوط عم تمسح فينا الارض، بس هالارض ما عم تنضف. بس انت ارضك نظيفة يا عفو، والمشكلة يا عفاف انه كمان انا ارضي نظيفة، يعني مهما مسحوا فينا الارض منضل نضاف، مثل اذا واحد جاب ممسحة نظيفة يمسح فيها الطاولة نظيفة، لا الممسحة بتتوسخ ولا الطاولة بتنضف لانه هي بالاساس نظيفة ما وسخة. المشكلة بالمماسح الوسخة اللي مخباية وسكر عليها بالمفاتيح تبقى معفنة. الممسح الواحد لا بيقدر يمسح فيها لأنه وسخة، ولا بيقدر يطالعها مشان يكب. الله يقدرنا نلاقي المفاتيح تبع الأبواب اللي محطوط وراها ممسح معفنة. هشام تركني هلأ من الممسح وجاوبني، شو؟ شان الشاي والقهوة؟ شان شغلك عند فرح. طيب قديش راح تعطيني؟ نفس اللي كنت أخده أنا. أنا في سكرين من خمر وعي واحتراقي بلهيب الشفتين، أنا في سكرين من خمر واعي واحتراق بلهيب الشفتين، لا تزدني بإيدك أبو باسم فزدني، لا تزدني بل فزدني. شو قدر بيعطوك معاش هون؟ بكري هالعلاقة المصدي ما بدي أسمعه طاول طاول، أنا لازمني مصرات، بدي أبيع على هي الساعة، دين ما بدي أتدين وما بدي زكاة من حدا طاول، بدي اخذ المصرات مشان اصلح البيت وارجع ابرك فيه، فهمت علي؟ واذا لك مصلحه تشتري الساعه قل لي، ما لك مصلحه لحتى اشوف حدا غيرك. هي مو ساعه ابوك الله يرحمه وقت عجبته لواحد ودفع لك فيها 8000 دولار قدامي وما بعتها؟ هي بذاتها يا لطيف على هالايام
8000 دولار كان يساوي 400,000، هلأ بيعملوا 4 ملايين. اشتريها؟ بس أخته الكبيرة مانا أختي، وناطر أبوها لحتى يرجع من حلب، بدي فاتحه موضوع مهم. أنت جربت شي مرة تبيع أبوك؟ ليش أنت بتحسي تبيع أبوك؟ بدي أسافر على حلب، تاخذني على حلب؟ أنت نفسك بكري اللي بعرفه؟ والله هذا هو أنا بذاتي وخبزاتي. لحظة لحظة روزي، ما عرفتينا بشاب جود خطيبي، فيني أعرف شو تركيبة مخها؟ الدماغ البشري مدام يتألف من المخ والمخيخ والبصر السيائي. ما بيتلاها ماله، عزك من حقك رح يرجع لك.